حضرات السادة المشاهدين، كل عام وأنتم في خير وسلام. اليوم يشترك معهد الدراسات الموسيقية بطلابه وطالباته في الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الكويت، وإن المعهد لينتهز هذه الفرصة ليتقدم إلى دولة الكويت حكاما وشعبا بأسمى آيات التبريك والتهنئة. والآن أترك الميكروفون للطالبة سعاد رمضان الخليفة لتقدم لكم فقرات البرنامج الذي يقدمه طلابنا وطالباتنا. بحر الكويت
بين الضرر ومنها بعثنا الندى والشرر ببحر الكويت جنينا الضرر ومنها بعثنا الندى والشرر فكانت قلايدنا لؤلؤا وضعت ينابيعنا كالغرر فكانت قلايدنا لؤلؤا وضعت ينابيعنا كالغرر بلادي 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 المشاهدين. ما أحلى الذكريات المجيدة عندما تداعب الخيال وتطوف بنا حول الماضي في كفاحه وجهاده. إليكم مقطوعة يعبر بها الموسيقي عن ذكرياته وأطلق عليها اسم ذكرياتي. ذكرياتي موسيقى من ألحان المرحوم محمد القصبجي. Thank you.
امتداداً لأفراح الكويت تعزف الطالبة بدرية خضير مقطوعة بعنوان أفراح الكويت من تأليف الأستاذ مصطفى كامل. سنستمع الآن إلى مقطوعة موسيقية تذكرنا بالألحان العربية القديمة واسمها سماعي شد عربان جميل بيك، وهو نغم ينتسب إلى الحجاز، والحجاز مقام عربي له جماله ورقته. تقدم المقطوعة الطالبة نوال أحمد باقر. Thank you.
سادتي المشاهدين، مرت الأيام وأصبحت بلاد الأندلس العربية في تاريخها الزاهر حلماً يطوف بخيالنا نذكره كلما استمعنا إلى الموشحات العربية. إليكم موشحة يا نديم الراح من كلمات الشاعر الأستاذ أحمد العدواني، ولحن الأستاذ أحمد باغر، وغناء الطالبة علي حسين مع المجموعة. Thank you.
ما أحلى الكويت وما أحلى تراثها. ومن ذلك التراث الحلو البديع نقدم لكم فن الخماري الذي طالما تغنينا به في سمرنا وأفراحنا. إليكم أغنية يا روح روحي، تتغنى بها الطالبة عالية حسين ومجموعة من الطالبات.